الفقرة يلي الكل بيستناها مع مدام نجلة أباني اللي انضمت لنا بالاستديو. أكيد يسعد صباحك. صباح الخيرات يا منشا. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة. اليوم 7 آذار، يعني 7/3 تمنياتي لكم بالسعادة. كواكبنا ما زالت في أماكنها، بقيا بيومين لعطارد في برج الحوت، ابتداء من 9 بالشهر رح يدخل متقدما إلى برج الحمل. إن شاء الله الأيام سعيدة، بس إنه هلأ لسه عامل جزء من متاعب لمولود الجوزاء العذراء القوس، بس بطريقة الأمور للحلحلة بقى، يعني يومين، يعني إن شاء الله بداية أسبوع جديد بيكون سعيد بالنسبة لكم. زهرة بدها 12 بالشهر، يعني لبداية الأسبوع القادم لتدخل على برج الحوت، لساتها هلأ في برج الدلو، وما زال المريخ أيضا في برج الدلو، عاملين بعض المضايقات، منا شوي صحي منا شوي نفسي لمولود برج الثور، لمولود برج الأسد والعقرب. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، صار لك كم يوم كركب، اليوم في أوساط جديدة عم تفتحها، عم تستعيد علاقات قديمة، عندك فخر بإنجازاتك، أمورك الاجتماعية، أصدقاء عم بيفرحوك، وعم تحاول تعيش يومك بطريقة مميزة ممتعة مسلية. يعني في ضغط زيارات ونشاطك بحاجة لشوية تنظيم، هاي الأيام في رغبة بعقد لقاءات خارجية. مولود برج الثور، أنت اللي ما كتير مرتاح، يعني فسر مشاعرك شوي وتكلم عما يضايقك. أنا برأيي حاول تكون أكثر حرصاً اليوم، لأنك عصبي، عندك تقلبات أو تغيرات، أو خاضع لمشورة الآخرين أو لرأيهم، ومحتاج تتكيف مع بعض المستجدات. هلأ ما بعرف إذا في مشاكل مع محيطك، بس تراجع عن قرارات أثبتت خطأها. أحد أكثر الأبراج عناداً أن المواليد برج الثور والجدي حتى لو غلطوا فبيضلوا مصممين على الغلط في غالب الأحيان. طبعاً مولود برج الجوزاء، اليوم عم ترتب أمورك بتنقلات، بسفر، بنوع من أنواع السيطرة على نفسك، على محيطك، كأنك هيك عم ترتب أمورك بفرص، بسفر، بحسم لبعض الأوضاع، مقابلة مهمة، حلول ربما. هل عم تطلع من دائرتك الضيقة مولود برج الجوزاء إلى دائرة أوسع شوي، وأنت اليوم عم توسع دائرة علاقاتك، حواليك محبين وداعمين. مولود برج السرطان، عم تلاقي نجاح على صعيد الأمور المهنية، أو عم تسأل عن معلومات، أو عم بتركز على تواصل وعلاقات. هاي الأيام في أخبار جيدة، في عم تسهل الاتصالات، حظوظ داعمة ربما، تتحدى الآخرين والمنافسين وتستعيد حبك للحياة. هاي الأيام في نقاش أو حوار، مواعيد مهمة على الغالب، وعندك قدرة على التعاطف. تنعم بجو من الشعبية مولود برج السرطان. أما مولود برج الأسد فغالبا حساس اليوم، ومتضايق من بعض المثالية اللي عم بتعاني منها لدى الآخرين، بتناقشون يمين بجاوبوك شمال. هلأ أنا بقول أنت أعصابك اليوم شوي متعبة، والعراقيل عم ترجع بتظهر، ممكن تصطدم بحدا من الناس اللي حواليك، أو مشاكل عائلية، أو نوع من أنواع هيك الافتقار إلى دعم الآخرين. لا تحاول فض الشراكات ولا تستاء، تذكر دايما أنه في حلول انفعالاتك اليوم مانا مجدية مولود برج الأسد. مولود العذراء، اليوم عندك 100,000 قصة شغلتك، يعني شغل كتير، واليوم الحقيقة في مسؤوليات إضافية، نومك قليل، عم يتراكم عبء العمل عليك، وقلقك هيك أكثر مما يجب. حاول أنك تهتم بصحتك، لأنه هاي الأيام نشاطاتك مرهقة على الغالب، ويمكن عندك شوية كسل، نفسك تنام 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 تنام، بس ما بعرف قديه الظروف مناسبة. يا ريت أنك ما توزع قواك على أكثر من جبهة، وتحرر من مسؤوليات يعني زيادة عن اللزوم. مولود برج الميزان، اليوم عم تتصرف بمودة، والحقيقة يوم ممتاز والظروف ملائمة لترتب أمورك. في فرص إيجابية، عرض، توقيع، قصة علاقة بالكلام، ربما تشعر بالأمان، يعني عندك هيك تحرك بالأمور حواليك، في منافسة تشعل قلبك وتعبر عن نفسك بارتياح. هاي الأيام علاقاتك مع الآخرين مثمرة مولود الميزان.
أما مولود برج الجدي فعنده غالباً مشاكل شخصية، وطبيعي بوجود الزهرة في برج الدلو موقع غير مناسب لك، عم بيخليك تعاني من صعوبة بالتفاهم مع الناس اللي حواليك. يمكن في خلاف أو يشكو من حولك من مزاجيتك أو شوي معنوياتك سلبية. هلأ ممكن يكون القصة العلاقة بوعكة صحية، إرهاق سبب بعض الضغط العصبي. هلأ أنا بقول بدك القصة شوية هدوء حتى تطلع من هذا القلق اللي أنت عم تشعر فيه. مولود برج القوس اليوم لطيف بالنسبة لك، عم تحاول لم الشمل، إصلاح الأخطاء. الفلك داعم لك لتشعر أنه في انطلاق، تحرر، تجمعات أو مرح، وداعا للطوالع السلبية. واليوم نحو نجاحات، ظروف، مفاجآت، كواكب مؤيدة وداعمة. اليوم إذا عندك مؤسسة حكومية أو سوق أو نقاش أو لقاء، فاليوم يوم جيد جدا لك. مولود الجدي قد تحظى بمكسب مالي اليوم، طبعا لازم ينعكس نشاطك على حجم دخلك، بس كأنه ما عم تزبط معك هيك. اليوم عم تحاول تحمي ممتلكاتك، مكتسباتك، بس كأنه عندك معاناة مالية أو مصاريف إضافية. هلأ ما بعرف، حاول تحذر هذا المصروف الإضافي لأنه غالباً في مستحقات ما أنا كتير مريحة. راقب مصاريفك لأنك عم تتعدى الحد المسموح فيه. هاي الأيام أيام جيدة لعزيزنا مولود برج الدلو. أنت بالفترة الأفضل للحديث، للنقاش. أنت محبوب، مرغوب، عندك وضع نقاط على الحروف، وربما تفرح لأمور أسرية أو بعلاقات جيدة مع من تحب. في محبة حوالين الدلو بهي الأيام، ارتباط ربما أو مصالحات أو هيك نوع من أنواع أنك أميل للعلاقات الشرعية، خليني أقول، أو للارتباط. يعني هاي الأيام أيام جيدة لخطوبة أو لإعلان هيك إيجابي بحياتك العاطفية. مولود برج الدلو، أنا بظن أنه أغلب مشاكلك سببها شخصي وليس عملي، رغم أنه ممكن يكون في جزء بالعمل. انتبه لعفويتك وكلامك، واسأل مراراً نفسك شو هو الشيء اللي بيخليك تنزعج أو تتضايق، واعتمد السرية بأحكامك. يعني قيم أمورك من جديد، وحاول أنه تكون حسن النوايا مع الآخرين. اليوم ما أنك حسن النوايا عموماً مولود الحوت. مولود سبعة، كل عام وانتم بخير، يجعل أيامكم سعيدة. بيعرف الحسن من الرديء مولود سبعة، عنده إحساس فظيع على كل الأحوال، عنده هيك عينات طبعاً أو تشبث بالرأي، الأكثر ثباتاً والأكثر ميلاً للعزلة، يتصرف بصمت وبهدوء، عنده طموح، يسعى ببداية حياته يجيب عمل له مردود طيب ومربح، بحب المال طبعاً، بيكره العابر والرخيص، أصدقائه قلة، زواجه دائم، رزين، كلامه موزون وشديد ثقة بنفسه. طبعاً السنة الأفضل هلأ دخول الزهرة لبرجك بقى عم بيخليك هيك تطلع من شهر للإرباكات المالية. طبعاً حتى وجود المريخ دخوله 23، أنت الشهر الرابع بالنسبة لك للعلاقات، للصداقات، وغالباً للأفراح. إن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة وتضلوا دائماً بخير. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ورنا بنت روشن عم تسألني عن أمورها. سنة جيدة جدا بالنسبة لك يا رنا، خاصة هالثلاث أربع شهور يعتبروا الأفضل بالنسبة لك وعلى كل الأصعدة، رغم أنه أدار أنا ما بعتبره كتير شهر مريح، بدك لنيسان يا رنا. دعاء بنت هاني، أمورك جيدة جدا جدا جدا، العام الأفضل سواء دراسيا سواء على الصعيد العاطفي. وفاء الحمد، بعتيلي المواليد خطأ يا وفاء. فجر بنت فطومة، أمورك جيدة جدا وأنت بالعام الأفضل يا فجر، سنة مهمة بالنسبة لك وإيجابية. إن شاء الله أيامكم دائما سعيدة وتضلوا دائما مبسوطين. ضلي بألف خير يا رب. بألف خير يا مدام. I love you. هلا صار الوقت نروح لحتى نشوف كم طبق. خمسة. خمسة. هلا أنا شايفة من عندي ثلاثة أربعة أربعة، عم بيقول لي الشيف أربعة منقلني أربعة مو خمسة، تعالوا شوفوا. أربعة.